بصوا انا عايز اتفك معاكم بكلمتين بقى بصراحه ومش قادر، وحابسهم في زوري من اول الحلقه لاسباب عده، يعني مش مهم مناقشه الاسباب، المهم الكلمتين اللي محبوسين في قلبي. يعني انا فعلا مش هزار، والله 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 وحياه ولادي، انا بستاء جدا لما اسمع جمله كده على شاكله هو الرئيس السيسي عمل لنا ايه، احنا مش شايفين ان في حاجه حصلت. طب بتستاء ليه يا يوسف؟ اقول لحضرتك بستاء ليه، علشان الرئيس السيسي الحقيقه عمل والعهدة على المذيع، فان اراد يعني احد المشاهدين انه يلوم اهلا وسهلا، مش عاوز يلوم اهلا وسهلا، يحب يثني ويثني على الكلام اكون مرحب وشاكر. هو عمل اللي ما عملوش محمد علي، او بالادق اللي ما تعملش حتى ايام محمد علي وحتى هذه الفتره، يعني من 1805 ما فيش حد عمل من حكام مصر اللي عمله الرئيس عبد الفتاح السيسي. انت مبالغ، انت بتطبل، تعال خدها لك واحده واحده وهوصلك لحدث من الاحداث اللي بتجرى النهارده. معلش يا نديم انا عايز اطول، وقول لي طول معلش، لان الموضوع بصراحه بالنسبه لي شديد السخافه. انا من الناس اللي ما بتحبش اغفال الحقوق، انا شخص مش فاضل، يعني ما غلطت في حياتي ويا ما عكيت وحكمت احكام خاطئه من هنا لحد بكره، وعندي اظن حاجات كويس، اظن ذلك، اتمنى يعني، واللي يقدر ده ربنا سبحانه وتعالى. بس فعلا انا طول عمري شخص حقاني، وموتي وسمي مساله اغفال الحق. انا هسالك، هو حضرتك كمواطن اللي بيقول الجملة بتاعته وعمل لنا ايه؟ انا مش شايف، بالعكس بلد. ممكن حضرتك تقول لي حياتك كانت عاملة ازاي سنة 2014؟ لا بلاش بلاش، سيبك من دي سيبك من دي، ده انا هجيب لك حاجة احلى. كلنا سمعنا عن مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان، ده اللي هو مشروع اسمه الدلتا الجديدة، مش مشروع زيادة الرقعة الزراعية في أرجاء مصر، الدلتا الجديدة بس، ده غير توشكا غير سينا غير غير غير. أنا كما جرت العادة بوظت البتاعة اللي بنحطها في ودنا، بس هحاول أصلحها وأنا معاكم كويس؟ طيب أنا بقعد أفكر وأقول يا رب يا رب، هو الأراضي بتاعتنا مثلا اللي في الدلتا الجديدة دي اللي هي عند الضبعة والحتة الحلوة دي، ال 2.2 مليون فدان دول، هم مش دول طول عمرهم بتوعنا؟ مش احنا طول عمرنا عايشين على الأرض دي؟ يعني احنا مثلا لو قلنا احنا حضارة يزيد عمرها عن 8000 سنة، يعني الأرض دي طول عمرها ملكنا بقالنا 8000 سنة. انسى 8000 سنة، خش لي على مصر الحديثة 1805 حتى هذه اللحظة. هو ليه محدش فكر على الإطلاق على الإطلاق في زراعة منطقة في حتة اسمها الضبعة فيها مساحة صالحة للزراعة تقدر ب2.2 مليون فدان؟ ده توشكا بالمناسبة، ومش هرجعك على كلمة توشكا قديمه عشان في ناس بتزعل، سيبنا من توشكا قديمه اللي فضلت تقريبا تقريبا مش بالكامل تقريبا صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، وكان واحد من المشروعات التي تعتبر الفنكوش الاكبر في ماضينا القريب اللي ما ينفعش ننسى ذلك، لكن سيبنا من ده وهجيلك على توشكا بعد شوي. السؤال هو، حط نص الصورة انا نديم ونص الصورة الحقول الرائعة دي، عشان تعرف لما الواحد بيتكلم يحب الناس تشوفه، يعني أنا بشتغل في التلفزيون مش في الراديو. سؤالي هو، ليه بقى محدش زرع الـ 2.2 مليون فدان؟ طب ليه محدش فكر في زراعة الـ 2.2 مليون فدان؟ طب إزاي حد يجي يقول لي يا جماعة أصل كان هنجيب لهم مية منين؟ عارف أنت أستاذ فريد الديب كده؟ 2.2 مليون فدان جاب لهم مية منين؟ أمال أنا جبت لهم مية منين دلوقتي؟ فالإجابة على ده بمنتهى البساطة مش في الدماغ بس، أنا مش بقولك مين كان حلو ولا مين كان وحش، بس مش في الدماغ، كل يغني على ليلاه، كل واحد بيغني على ليلاه ليس إلا. المية اللي جاية في نهر النيل
هي هي، يعني ال 55 مليار متر مكعب اللي جايين هم هم، لا زادوا متر ولا قلوا متر. نشكر ربنا سبحانه وتعالى اولا على ذلك، ونشكر بالمناسبه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر اللي عمل السد العالي علشان يعمل لنا حمايه مائيه. بس الميه هي هي. الله، طب امال انا جايب الميه بتاعت الدلتا الجديده منين؟ جايب الميه بتاعت توشكا منين؟ جايب الميه اللي في سينا منين؟ جايب الميه اللي في الفرافره منين؟ ازاي يعني؟ ولا حاجه. بمنتهى البساطه، الراجل قرر ففكر، حلم، ده منتهى حلم، مش حلم يعني نام وحلم، حلم كبير لبلد، انه انا مش هقف اتفرج على البلد كده اللي نبات فيه نصحى فيه وننام تاني نفس المساحة الزراعية. ومش بس كده، ده عمالة بتقل وتضمحل وتتضاءل. طب هنفضل كده لحد امتى؟ يعني هنفضل قاعدين ساكتين على التعديات؟ لأ، احنا مش هنسكت على التعديات، هنوقفها. ادي واحد، كان ممكن يكتفي الرئيس بالوقف او بإيقاف التعديات على الأرض الزراعية وبس، ونفضل عايشين باللي موجود و100 فل و14. طب ولما نعيش باللي موجود كان هيقضي مين يعني؟ هيقضي ال 85 مليون؟ ولا ال 90 ولا ال 95 ولا ال 100 ولا ال 105 ولا ما شاء الله ما شاء الله ال 110 اللي موجودين؟ استحاله. فكان لازم تزيد الرقعة الزراعية، ما نكتفيش بس بإيقاف التعديات. فكان حلم لدى الرئيس. فكر هو وناس مستشارين، الحكومة، مجموعة ناس اللي بتفهم في القصة، ينفع يا فندم. فكان في إرادة، حلم، استشار، بحث، تفكير كتير، وصلنا لنتيجة، إرادة، اعمل ده على الأرض. فبدأنا نعمل ده على الأرض. تيجي تقول لي عملي يا دين النبي؟ بمنتهى البساطة، والأمر لله أولاً، هو منع عنك الجوع بمنتهى البساطة. بقى عندك قمح وخضار وفاكهة إلى آخره. طب بس كده؟ لا، هو اللي لسه اللي جاي أكتر. تاني اللي جاي أكتر من كده، لأن إحنا لسه ما خلصناش كامل المساحة المراد زراعتها. ده إحنا بدأنا بس كده، إيه، مرحلة أولى، مرحلة تانية، لكن لسه ما خلصناش. طب ده مثلا، انا اقول لك هنا على حاجه واحده بس، لو احنا بنتكلم على منظومه الزراعه والاكتفاء الذاتي من الحاصلات، دي حاجه واحده بس، حاجه من ضمن الاف القرارات اللي تم اتخاذها. بلاش لما نيجي نقعد نقول والله ده احنا بنعمل مش عارف قانون عشان التصالحات او كذا، هو انت متصور ان هو مجرد قانون عشان يبقى فيه قوانين؟ يعني انت متصور انه مصر كانت، انت كعزيزي المواطن، ان مصر كانت محتاجة الى منظومة للقوانين علشان تبقى قوانين محطوطة على الارفف؟ لا، اتعملت المنظومة دي بمنتهى البساطة، اللي هي منظومة القوانين بتاعة التصالحات والملكيات العقارية والتسجيلات اللي كنا لسه بنتكلم عليها مع دكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري. عشان ايه؟ اولا انا بأمنك في ملكيتك، اتنين بالتأكيد لما يبقى في عندي حاجة زي كده، أنا عارف ثروتي قد إيه، وأبقى عارف الضريبة اللي تستحق عليها قد إيه. بالمناسبة في عقارات كتير جدا هتلاقي الضريبة بتاعتهم، ضريبة العقارية بتاعتهم في أي كلام، لكن في ناس تانية عايشة في عقارات تمنها ملايين، مش بقى عقار تمنه ملايين وهو راجل موظف على قد الحال مثلا ورث العقار ده عن جده، هو العقار بملايين، وهو الرجل اللي صاحب هذا العقار العقار بيكسب هو كمان ملايين في السنة، يدفع بقى الضريبة بتاعته، أمال يفضل قاعد حاطط رجل على رجل يعني؟ والدولة تقعد تتفرج؟ ده على سبيل المثال، أنا بقول لك هنا حاجات بس بسيطة. هو السيسي عمل إيه؟ ولا حاجة، هو طور بس الجيش بتاعك، وزوده بأحدث التكنولوجيات، وكمان أصبح يعني بيعمل على توطين صناعة الأسلحة في مصر، ومش أي أسلحة بالمناسبة، أسلحة من اللي قلبك يحبها. أسلحة من اللي تعجبك يعني، لو كنت غاوي سلاح قول لهم أشرف والنبي، أشرف ده صاحبي. بس سيسي عمل إيه؟ ولا حاجة، هو بس الراجل الحقيقة خد قرار عشان هو حلم لمصر بمستقبل عظيم، ففكر وحواليه مجموعة، وبعدين ياخد القرار عشان عنده إرادة. فهيبقى في حاجة اسمها شرق المتوسط،
ايه شرق المتوسط يعني؟ ولا حاجه، شويه غاز حلوين كده عملوا لك اكتفاء ذاتي من الغاز علشان حضرتك ما تتحطش تحت درس حد بس كده، لا، عشان يبقى في عندك طاقه تشغل المصانع. وهي فين المصانع؟ افتح حضرتك بس انت كده الموقع الرسمي بتاع الحكومه المصريه، تعرف مصر فتحت كم مصنع من 2014 حتى هذه اللحظه؟ فوق ال 7000 مصنع. بس انت مش عاوز تشوف، انت بس عاوز تقعد كده على القهوه مع اصحابك وتعمل نفسك الواد المشاكس الشقي. عامل ايه؟ محدش بيقول لك الريس عمل جميله، ماشي؟ لان لو انا قلت الريس عمل فينا جميله، الريس هيرد ويقول لا انا ما عملتش جمايل، ده واجبي ناحيه البلد. انا متاكد ان لو قلنا كده للريس هيرد الرد ده، انا متاكد والله العظيم. بس بمنتهى البساطة بقى في طاقة تشغل المصانع. أنا عارف إن دي مولا أنت عايز القمح، هجيب لك القمح، أنا جاي له في الآخر أصلا. عشان يبقى في مصانع. وعلشان أعرف أشغل المزارع دي، هي المزارع دي هتشتغل إزاي يعني؟ بالكده بالبركة؟ بركة ربنا موجودة مفيش خلاف، لكن عشان أعرف أروي الفدادين دي عايز بقى البيفوت ده، علشان خاطر أشغله يبقى لازم ما يبقى في طاقة تشغل البيفوت اللي هيرش مية، وهنعمل مصانع الأسمدة، ونعمل مصانع بتاعة المبيدات، ونعمل مصانع التعبئة والتغليف والتجميد وتصنيع المواد الغذائية، عشان أقدر أعمل قيمة مضافة على كل ما أزرعه، ده على سبيل المثال. مش ده عايز طاقة؟ هو مش أنت عاوز يبقى في البلد فيها دولارات كفاية والجنيه يبقى عليه القيمة؟ ما ده اللي كنت بقوله لك. بالمناسبة هو لولا الإصلاح الهيكلي في الاقتصاد المصري والنعمة الشريفة لكان الدولار وصل ل30 جنيه. مش مصدق خش على بلومبرج وشوف المقالات اللي اتنشرت على فاينانشال تايمز. مصر كانت على الأبيض قبل ما الرئيس عبد الفتاح السيسي يجي، كانت مصر على الأبيض بالتعبير الدارج أيام جيلنا على الحديدة على البلاطة. مفيش، ما تلاقيش، روح تطلب اي حاجه، مفيش. اصدقائنا واشقائنا ساعدونا، طبعا حصل، طبعا حصل، بس كانت اسهل حاجه ان احنا نتلقى هذه المساعدات ونروح نجيب بيها اي كلام فاضي ونفرحك كده وتبقى مبسوط و100 فل و14. بس احنا ما جبناش بيها اي كلام فاضي الحقيقه، احنا عملنا بيها منظومه انتاج، عملنا بيها انتاج صناعي، عملنا بيها انتاج زراعي، عملنا بيها انتاج طاقة، عملنا بيها طرق وكباري. مش عاجبة سيادتك، مع انك انت لو ركزت هتعرف ان الطرق والكباري دي في اي مدرسة اقتصادية في العالم اشتراكية كانت او رأسمالية متوحشة بما فيهم ادم سميث المتوحش. الطرق والكباري هي شريين الاقتصاد عند اي مدرسة اقتصادية. انا عايز اعرف، انا لو بنيت مصنع من غير طريق وكوبري هوصل المنتج ازاي؟ الله، هجيب له خام ازاي؟ الله، طب والعامل العظيم هيوصل ازاي؟ بالايه؟ هيسقف يخش المصنع وبعدين نسقف تاني المنتج يطلع من المصنع يخش المحلات؟ ما هو لازم طريق وكباري. طب وهي الطرق والكباري دي مش شجعت الناس انها يبقى عندها نشاط اقتصادي حوالين هذه الطرق؟ طبيعي، امال هي اسمها شرايين الاقتصاد ليه؟ طب مش احنا قبل ما نفتي نقرا لنا ان شاء الله كتاب واحد كده في الاقتصاد يقول لك يعني ايه هي الطرق والكباري، بتعمل ايه في الاقتصاديات في العالم؟ يا ترى هو ليه امريكا عملت كده سنه 29 وسنه 30 بعد الازمه الاقتصاديه العالميه اللي ضربت الدنيا كلها؟ ليه الولايات المتحده الامريكيه اصبحت اقوى اقتصاد في العالم لاسباب عده، من ضمنها بالمناسبه منظومه الطرق والكباري اللي اتعملت في امريكا للقضاء على البطاله، ده على سبيل المثال. يقول لك بس دي الحقيقه بتخلق فرصه عمل 5 سنوات وهذه ليست فرصه العمل المستدامه. لا، هي مستدامه بس بشكل غير مباشر، علشان يا باشا حضرتك المشروع ممكن يبقى فرصه العمل فيه مدتها 5 6 7 سنين، بس بنخلص مشروع وبنروح داخلين في التاني وفي التالت وفي الرابع. بس المشكله ان انا ما عنديش مشروع، ده انا عندي مشروعات كتير جدا جدا، فانا مشغل قطاع ضخم جدا
وبيخلص مشروع يخش في التاني والتالت والرابع، طول الوقت عمال بتفتح في حاجات، نفتح في حاجات، فالناس قاعده شغاله. فايوه اخويا العامل اللي بيشتغل في هذه المشروعات البنيويه او في المشروعات العقاريه هيفضل يشتغل بعون الله سبحانه وتعالى لل 20 وال 25 سنه وكانها فرصه عمل مستدامه عاديه جدا. طب هي المساله بس كده؟ طب ويا جماعه الصناعات المغذيه لده؟ يعني انا لما باجي بعمل طرق وكباري وبيوت ومدن وحاجات زي كده، مش في حاجه اسمها مصانع حديد؟ يعني مصنع وانتاج. مش حاجه اسمها مصانع اسمنت؟ ايوه يعني مصنع وانتاج. مش حاجه اسمها مصانع طوب؟ ايوه يعني مصنع وانتاج. وحاجه اسمها مصانع سيراميك؟ يعني مصنع وانتاج. وحاجه اسمها مصانع مواسير كهرباء؟ ايوه يعني مصنع وانتاج. ومواسير ميه؟ يعني مصنع وانتاج. والات علشان الضخ، والات علشان توليد الكهرباء، ومولدات وترمبات، حدوته كبيره جدا. جاي لك قلب منين تقول عمل ايه؟ بمنتهى البساطه، عمل من 2014 لسنة 22 في 8 سنين أكبر في الحجم، في الحجم وأكبر في التأثير من اللي اتعمل من 1805 لحد 2014. تيجي تقول لي بقى ده أنت كده نصرين هيزعلوا، أقول لهم حقكوا عليا، بس أنا ما أقدرش أجامل، ما أقدرش أضحك على نفسي. أنا أمي نصرية عتيدة، يعني انا لو لما هنقعد نتناقش هتقولي مفيش حد عمله اللي عمله عبد الناصر، اقول لها بصراحه في، لانه مش بس الحجم الاقتصادي اللي عمله الرئيس السيسي اكبر من اللي عمله محمد علي واكبر من اللي عمله جمال عبد الناصر رحمه الله عليه يا رب، لا ده اوقع واكثر وأوسع تأثيرا على المجتمع المصري. يا راجل افتكر حياة كريمة يا مؤمن، 60 مليون بني آدم هيشربوا مية نظيفة، انت ما كنتش حاسس بالكلام ده، انت قاعد باشا تفرج على التلفزيون، فتح مروحة، فتح تكييف، عمال مبسوط بالمسلسلات واخر جمال، وبتاكل في السندوتش والحاجة عظمة، بس مش عارف ان ليك قريب موجود في الأرياف ما كانش بيشرب مية لو انت شفت لونها هتفلق جري، قاعد في الضلمة عشان مفيش كهرباء، الشتاء بينزل عليه عشان مفيش سقف. يا راجل 60 مليون بني آدم حياتهم هتتغير لما العالم كله يقول حياة كريمة أكبر مشروع تنموي على مستوى العالم، فتيجي تقولي والسيسي عمل إيه؟ يا دين النبي على الجحود. ما هو يا جحود يا عدم فهم، عدم فهم. أديني بحاول أشرح لسيادتك، جحود يبقى معاك ربنا. طب القمح يا راجل، انت كنت بتستورد تقريبا 70% من احتياجاتك، النهارده بقيت بتزرع قمح وبتغطي جانب كبير جدا من احتياجك، النهارده بقيت عندك صوامع قادره على تخزين القمح، حضرتك انتاجك المحلي، انتاجك المحلي يخليك عايش من غير قمح لحد اخر السنه تقريبا، انتاجك المحلي. مصر عمرها، مش هقول عمرها طبعا عشان سيبك من ايام مصر سلة الغذاء ومش عارف مزارع القمح الكبرى الامبراطورية الرومانية، تاني بتكلم على حاجة سنة 1500 قبل الميلاد، سيبك من ده، بكلمك في العصر الحديث. احنا كنا حالتنا كرب. انا هرجعك لمشاهد طوابير القمح 2009 لما كانت الناس بتتغز في الطوابير، يغزوا بعض بالمطاوي عشان خاطر ياخدوا رغيف العيش. النهارده حضرتك زي الفل باشا، تقدم الكارت تاخد عيشك تروح، 100 فل و14. فين طابور العيش؟ اختفى. بس السيسي عمل ايه؟ توشكا اللي ما كانش فيها حاجه تقريبا، يعني النظر القليل، بقت واحه غناء لزراعه القمح. مصر رجعت تحتفل بمواسم الحصاد والقمح الليلة ليلة عيده بجد، فبقيت انت بتمتلك لقمة عيشك يا اخي. منظومة زراعة وتوريد القمح 2022 يا مولانا يا محترم، معدل انتاج غير مسبوق في تاريخ مصر، طفرة في انشاء الصوامع، دعم للمزارع وحوافز للتوريد. بس اصل السيسي عمل ايه؟ ممكن نبي تفوق تشوف التقرير بتاع توريد القمح ده وتعيد تسأل السؤال لنفسك انت مع نفسك، بس لو جاوبت قول لي الإجابة.
زيادة عدد النقاط من 405 نقطة العام الماضي إلى أكثر من 450 نقطة لاستلام الأقماح. الإجراءات من السيارة السنة دي وسهلة لأن المنافس كتير. السنة دي مفيش، بنيجي هي ساعة الزمن وبنمشي. نعلن ولأول مرة عن سعر القمح قبل الزراعة وزودناه 100 جنيه عن السنة السابقة. لما الحافز نزل شجع الفلاح ان هو يزرع غله. تكلفه القمح لما بنزرعها بتجازي مع سعر التوريد الحمد لله. والله المنظومه حلوه، كل موظف ماشي صح الايام دي. محصول القمح من المحصول الاستراتيجي اللي دور كبير في تحقيق الامن الغذائي، والدوله بتعطي له كل الاهميه والدعم. يمكن اول حاجه عملناها ان احنا نشرنا الخريطه الصنفيه اللي احنا حددنا الاصناف اللي تصلح ليه تتناسب مع كل منطقه بهدف نعظم الانتاجيه لكل مزارع وفلاح. ايضا التسويه بالليزر بتؤدي اولا الى ترشيد استخدام المياه، وفي نفس الوقت بتؤدي الى تحسين انتاجيه. الحاجه الاضافيه كمان احنا نعلن ولاول مره عن سعر القمح قبل الزراعة، وبالتالي بننفذ الزراعة التعاقدية على الطبيعة. أعلنا سعر القمح لأول مرة وزودناه 100 جنيه عن السنة السابقة، وبالتالي ده يمكن ساعد الفلاحين على أنها تزود المساحة، بالإضافة إلى التوسع الأفقي اللي أدى إلى زيادة المساحة وصلت حوالي 3,650,000. ده إن شاء الله بتوقع المحصول يصل إلى 10 مليون طن. ايضا الحافز الاستثنائي اللي وجه به فخامه السيد الرئيس نتيجه لظروف بهدف تدعيم الفلاح والمزارع المصري. ايضا توجيهات دوله رئيس الوزراء ان احنا نسدد فورا للفلاح والمزارع قيمه القمح اللي بنستلمه في جهات المسوقه التابعه لوزاره التموين لحد اكثر 48 ساعه. اول سنه السنه دي الدوله تحدد سعر القمح قبل ما يزرع. اول سنه اللي هيورب بنفسه ياخد 885 جنيه اظن. والقمح ما بيحتاجش لا عزيق ولا بيحتاج اي شيء، بيحتاج 3-4 مرات ميه على الاقصر، يعني سعر فعلا مجزي للفلاح. جابوا لنا الليزر، سولنا الارض من قبل ارشاد، وجابوا لنا الستاره، زرعنا بالستاره على مصاطب 120 سنتي، وفرت لنا بنسبه 30% من الري، ووفرت لنا بنسبه 20% من التسميد. الميكان الزراعيه موفره للفلاح دلوقتي الامكانيات شويه، التصليح بالليزر، الحرت بالميكانة الزراعية بيساعد، التصليح بالليزر بيساعد على الري وبيوفر الري، بدل ما تسقي الفدان في 4 ساعات بتسقي في 2 ساعة. الدولة وفرت لنا كل حاجة دلوقتي بالنسبة للايه؟ للتقاوي والأسمدة والمبيدات والإرشاد الزراعي. ادونا سعر القمح قبل الزراعة، قال لك ب 820، وادونا 55 جنيه حبس توريد، وادونا 15 جنيه بدل نقل، واحنا واقفين ورا الدولة وهنورد القمح للدولة. مديرية الزراعة دعمونا، موفرين التقاوي بجميع الأصناف من بدري، أسعارها في متناول الجميع، وأنا واحد من ضمن الناس ملتزمين. مش هنورد 12 لب زي ما بتقول للوزارة، لا، هنورد كامل الإنتاج، مش طبعا في الحافز، لا، لأن ده هيترد لنا عيش. السياسة العامة للدولة محافظة على الاحتياط الاستراتيجي لكافة السلاح، وخاصة وإحنا في موسم القمح ل2022 كان مهم جدا، ضرورة توريد على الأقل 12 أردب على كل فدان، وده يمثل ثلثين المتوسط العام لإنتاج الفدان. النقطة المهمة الثانية تنظيم عملية التوريد، سواء بالنسبة للمزارع يستطيع أن هو يحصل يورد حاجته بس يكون معاه الحيازة ويتحرك بأي وسيلة نقل ويقدر يوردها في أقرب شونة أو أقرب مفرش أو أقرب صومعة أو أقرب بنكر له. تم زيادة عدد النقاط من 405 نقطة العام الماضي إلى أكثر من 450 نقطة لاستلام الأقماح. قلنا الدفع فوري أو لحد أقصى 48. الحمد لله ولابد أن نشكر وزارة المالية بتوفيرها كافة الاعتمادات. حتى هذه اللحظة احنا صرفين حوالي 5.5 مليار جنيه في العشرين يوم الماضيين. سيادة الرئيس وجه بحيث يتم زيادة 50 جنيه للفلاح، وكذلك تتحمل الحكومة ممثلة في وزارة التموين النقل بمعدل 15 جنيه
للأرداب. بدل ما مثلا كل فلاح يبقى معاه 3 ردب او 4 ردب يتكلف عربيه، فبقى فرد واحد بس هو اللي واخد الكميه دي بيوردها عن فلاحين. سعر القمح بقى كويس ونسبته كويسه، ان حتى يساعد الفلاح على تكلفه زراعته وضمه ودراسته. بنقوم بلم التجميع من الفلاحين عشان نريحهم في مكان واحد، بنجمعه في مكان ونحمله في العربيات وبنجيبه هنا. بتخش هنا البوابه عند اللجنه، هنا اللجنه في خلال ساعه او ساعه ونص بتكون العربيه دخلت مكان التعتيق جوه. الاجراءات سهله خالص، بنجيب حيازه الفلاح وبنورد بالحيازه وبرقم البطاقه القومي. الارداب غالي عن السنه اللي فاتت 165 جنيه، عامل اساس ان خلى الفلاح يزرع كميه اكبر. تكلفه القمح لما بنزرعها بتجازي مع سعر التوريد الحمد لله. اجراءات 10/10، 100/100، وتعامل حلو وناس حلو. بنخش نسجل على البوابه وبنفرز ونخش نوزن ونعتق ونطلع. الاجراءات مسيره السنه دي وسهله لان المنافس كتير. فرق جامد من السنه اللي فاتت للسنه دي. السنه اللي فاتت كنا بنروح ننزل في العرب بنقعد باليومين والثلاثه، هنا برضو عربات بتيجي من محافظات ثانيه كانت بتيجي تعتق هنا بتعطلنا. جيت على الفرز، فرز وما فيش مكملش ربع ساعة. بصراحة السنة دي أحسن من عم نول، رايق خالص. 10/10 والله. السنة دي الدولة عدت حافز زيادة وخلى الناس زرعت خلى كتير السنة دي، والمحصول حلو السنة دي. كل الناس اللي عندها غلة بتجيبها، محدش بين حاجة. السنة اللي فاتت كانت الصوامع كانت قليلة، السنة دي كتيرة فما فيش زحمة. كل أول بنيجي نبات برا هنا باليومين، السنة دي ما فيش، بنيجي هي ساعة زمن وبنمشي. طب يعني ايه موسم القمح يا جماعه السنه دي ما تكررش من 40 سنه؟ ده اسمه كلام مش معقول. لازم نقول كلام غير ده، لازم نقول ان موسم القمح ده عادي، لازم نقول انه اقل من العادي عشان بعض الناس تفرح. وايه كلام؟ هو موسم القمح السنه دي لم يتكرر من حوالي 40 سنه، اعلى معدل توريد. دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزاره الزراعه، اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم. ازاي الصحه؟ الحمد لله يا شيخ بيه. اخبار القمح ايه؟ طمني على القمح. الحمد لله عام استثنائي السنه دي في مصر في مجال القمح. احنا بنتكلم الحمد لله ان الدوله قدرت ان هي لاول مره نزرع ما يتجاوز مساحته 3.6 مليون فدان، تقريبا داخلين على 3.7 مليون فدان، وده في حد ذاته طفره كبيره في حجم المساحات المزروعه في القمح. كمان في عندنا زياده في انتاجيه الفدان، وده امر ايضا في غايه الاهميه. احنا الحمد لله السنه دي متوسط انتاجيتنا يعني المتوقع بتاعه ان هو يتجاوز 18 ل 20 اردب، وده الحقيقه رقم مميز جدا او رقم مهم جدا. ده انا سمعت ان في بعض المناطق هيوصل ل 22 اردب كمان. طبعا وارد ان نتجاوز هذا الرقم، الحقيقه المؤشرات كلها بتبشر بالخير. احنا شايفين يعني متوسطات، وشفنا ناس بتحصد 25 و27 أرداب و28 أرداب، فالحقيقة أرقام مهمة جدا. ولكن احنا بنتكلم على المتوسط العام اللي ممكن يكون موجود بشكل عام على عموم الجمهورية، وده بيبقى بشكل إحصائي. ممكن نزيد إن شاء الله ونتمنى إن احنا نزيد، ويا رب إن شاء الله مع الجهود اللي موجودة واللي بذلت. حتى الدولة المصرية أنفقت مئات المليارات فيما يخص مجال القطاع الزراعة بشكل كامل، تطوير الري اشتغلنا عليه، زيادة مساحات مزارعة اشتغلنا عليها، تطوير نظم الزراعة اشتغلنا عليها، تطوير وتحديث التقاوي اشتغلنا عليها، التواجد مع المزارعين وكثفنا تشجيع المزارعين من خلال تحفيزهم بأسعار مناسبة. الدولة سعرت السنة دي القمح قبل الموسم بزيادة كانت 100 جنيه عن السنة اللي فاتت، ثم حافز إضافي 65 جنيه، فالحقيقة الدولة ضخت مئات المليارات لتدعيم القطاع الزراعي وخصوصا موضوع القمح. القمح مهم جدا، بيمثل عصب يعني من اعصاب الامن القومي او الامن الغذائي للمواطن المصري، فله اولويه مهمه جدا. مفيش مائده غير وموجود عليها الملح القمح بشكل كامل ومتواجد باي صوره من الصور، فاولويه اولى بالنسبه لنا.
وده بيخلينا ان احنا نتشجع وان احنا نضخ استثمارات مشروع توشكا. احنا شايفين اللي حصل فيه وشفنا بعينينا اللي بيحصل من الحصاد، ان شاء الله السنه الجايه يكون افضل كمان من هذا العام ويكون فيه زياده في المساحات المزرعه، كمان مشروع الدلتا الجديده، مشروعات عديده في كل قطاعات الزراعه، كل ده بيدي ثقل وبيدي طمانينه للمواطن المصري، حتى كمان مش بس زراعه يا يوسف، يعني الزراعه في حد ذاتها ان احنا نحط البذره في الارض ونحصدها ده خطوه مهمه جدا، لكن كمان سلسله الامداد والتوريد اللي بتبقى موجوده، ما انا لما بزود اعداد النقاط اللي بجمع فيها القمح وبزود الصوامع اللي بخزن فيها وبعمله بتقنيات اقلل نسبه الهدر فيها وبعمل بدي الفلاحين الفلوس بتاعتهم فورا، وكل الكلام ده دي من سلسله الامداد الدوله كمان استثمرت فيها ما سابتهاش برضه. طبعا طبعا مفيش خلاف، طبعا ده اظن كمان بجانب انه مركز البحوث الزراعيه بيبقى شغال على قدم وساق عشان يطور الفصائل الجديده بتاعه القمح فتعلي من معدلات الانتاج. يعني خليني اقول لحضرتك ان في اخر الفتره الاخيره دي فقط احنا مطلعين 5 أصناف جديده من القمح او بتقدر تتحمل ظروف مناخيه مختلفه، وطبعا ده مع توجهنا لمناطق جديده نزرعها، فكان لابد ان احنا يبقى عندنا مثل هذه التقاوي، ايضا عندنا تقاوي بتدي انتاج اعلى وشفنا متوسطات بتزيد بشكل كبير جدا، عندنا تقاوي بتدي مقاومه للافات وده بقى واضح جدا في مقاومه الافات، كل دي من منظومات التقاوي، كمان احنا بدانا نضخ استثمارات كبيره جدا في ان نشجع الفلاحين على ان هم يشتروا تقاوي طازجه، يعني تشيلوا التقاوي اللي هي المعتمده من الاداره المركزيه للتقاوي، احنا عملنا تخفيض كبير جدا على اسعار التقاوي عشان يشجع الفلاحين ان هم ياخدوها، لان كمان هي بتدي لهم يعني لما يجيب يقلل من الكسر عنده ويبدا يشتري التقاوي الجديده او يجيب التقاوي الجديده المعتمده هديها تدي له لوحدها 2 أو 3 أرداف بزياده عن المتوسط الطبيعي اللي هو كان ماشي بيه من غير ما يعمل اي مجهود، وبالتالي يكسب اكتر. كلها خطوات. الو؟ وبالتالي يكسب اكتر. وبالتالي يكسب اكتر ويحقق هامش ربح اكبر طبعا. فكل دي خطوات الحقيقه نفذناها، كمان نظام الزراعه المساطر اللي بدانا نعممه وبدانا نشتغل عليه اكبر بشكل اكبر الفتره الاخيره، وده من النظم المهمه جدا اللي من خلاله يقدر يقاوم الظواهر المناخيه المختلفه ويبدا يقاوم ويبدا يتحمل ظروف الاجهاد اكتر ويبدا يدي انتاج اكتر ايضا للفلاح. فالحقيقه الدوله في كل مراحل وفي كل ما يخص قطاع الزراعه الدوله مدت ايديها واشتغلت وبتحاول تساعد الفلاح وبتحاول تقدم كل ما لديها من امكانيات للفلاح المصري ولدعم الفلاح المصري ولتصوير انتاجيه الفلاح المصري، وان شاء الله ربنا اكيد هيكلل تعبنا بالخير، وان شاء الله مع استدامه هذه الجهود ان شاء الله نصل الى نسب اكبر من الاكتفاء الذاتي ونكون يعني قادرين ان احنا نلبي احتياجات المواطن باذن الله. انا بشكرك جدا جدا يا دكتور محمد، كل الشكر دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزاره الزراعه. وفي ليله قد تكون ان شاء الله اكثر جمالا من هذه الليله، في يوم من الايام هنحتفل مع بعض بالاكتفاء الذاتي من القمح، في يوم من الايام هيحصل.